بسوي فيها صور هيك عبد الله عم بشرح وضع الشعب الله يوفقكم ساعدونا عانينا كثير ما خلينا مطرح ما خلينا ضيعه الا ما نزحنا له طيران الروسي هلكنا من الضرب ما بقينا نقدر ننام في بيوتنا عم ننام تحت السجار ما خلينا ضيعه الرفعه طلعنا لحلب طلعنا لكفر حمراء جينا هون على الحدود ما خلينا مطرح عندنا مريضين عندنا اطفال صغار والله عم ننام تحت السجار والقصف الروسي احنا طلعنا كله حتى من القصف الروسي يعني يضربونا صواريخ ارض ارض يضربونا براميل يضربونا من اللاذقيه يضربونا بالصواريخ على الدير ويضربونا يعني عشكون احكي يا الامه يا العالم اسمعونا نحن قام نموت تحكي شلون معاناتنا ومأسانا يعني نشكر الاردوغان نشكر الجفير ونتمنى انه يفتح لنا المعبر يعني ويطلع هالعوائل اللي مرضانا صعبه حياتنا صعبه هون صعبه جدا Yani şu, yani çiştik işler, temiz koyduk.
يبدا كتوم من على الناس أؤكد أن الأسير تمتع بمعنويات شامخة كالجبال، ولكنه في نفس الوقت في حالة صحية خطيرة جدا، وكل لحظة تمر عليه تقرر مصيره. ولذلك يعني نحن مطالبون على صعيد كل الشعب الفلسطيني بكل قياداته وجماهيره أن نبذل كل جهد من أجل التعجيل بتحرير الأسير محمد القيك، لأنه الآن هو عبارة عن رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي. محمد قيك يا بطل، محمد قيك يا بطل، واسمك عز المعتقل، واسمك عز المعتقل، ويا محمد قاوم قاوم، يا محمد قاوم قاوم، وعن إضرابك لا تساوم، عن إضرابك لا تساوم، ويا محمد قاوم قاوم، يا محمد قاوم قاوم، وعن إضرابك لا تساوم، عن إضرابك لا تساوم. قضية محمد القيق ليست قضية فردية، إنما قضية شعب بأسره، وشعبنا بكل مركباته وفي كل أماكن تواجده موحد وراء صمود محمد القيق الذي يدخل اليوم إضرابه عن الطعام اليوم 76. قبل قليل كنت عنده برفقة عدد من الإخوان، الأخ الشيخ رائد والأخ الرفيق أبو سعد محمد كناعني والرفيق قدري أبو واصل، وقلنا له كلاما واضحا: نحن لا يمكن أن نتخلى عنه. احنا هنا متواجدين بوقفه تضامنيه مع الاسير محمد القيق اللي ناضل واللي يعني بضحي بجسده وبحياته مقابل يعني نشر شيء اللي هو بس من اعلام واللي يوصل صوت الحريه وصوت هذا الشعب للعالم. فاحنا متواجدين معه بسلسله يعني تظاهرات ووقفات وعده فعاليات راح تكون فيها اللجنة المركزية للقوات العربية هون عندنا بالداخل الفلسطيني. بدنا نوصل رسالة للعالم وللداخل وللاحتلال انه احنا هنا مع الأسير ومع الإعلام وضد أي قوة اللي بتقدر تمنع أي صوت يطلع للخارج. جميعنا نساء الرجال الأطفال أبنائنا كلنا نحن متضامنين مع محمد القيق، نقدر له هذا الصمود، لقد حقق أسطورة تاريخية سنعلمها سنلقنها لأبنائنا كيف يكون الصبر وكيف يكون العطاء من أجل الوطن. ونسأل الله أن يعود محمد القيق إلى بيته وإلى أسرته رافعا رأسه ورأسنا جميعا إن شاء الله.
عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي للصيادين بدخول البحر وصيد الأسماك اللي بيحتاجها المواطن في غزة، وعملنا دراسة جدوى على الكلام هذا وتعمقنا في دراسة الجدوى، وبعد هيك نفذنا لنا سنتين تقريبا احنا من حجر الأساس لغاية اليوم. خطرة شديدة جدا يعني ما في حدا إلا بيعها. احنا بنجيب البزر بوزن 1 جرام من إسرائيل من مفرخ في حيفا، ومن ثم بنحطها في الحواض. طبعا بتيجي عبر صناديق، الصندوق فيه كيس نايلون كل باكيت فيه حوالي 500 حبة. طبعا هاي البزر بندفع حقها لليهود وبنحول حقها قبل ما نشوفها بشهر. والله البحر طبعا على هوا الحصار ما فيش فيه سمكة الدنيس، سمكة الدنيس هذه مش موجودة في البحر، فبنضطر ناخدها من المزارع اللي هي هان وتبعت رفح. هذا الحد ما يقارب من 60 غزة نظرا للحصار ومنع الصيادين من الدخول لصيد الأسماك من قبل الاحتلال، فكرنا في عمل المزرعة وقمنا بإنشاء هذه المزرعة، والحمد لله الحين في إنتاج وفي تسويق، وإحنا وفي عندنا مطعم كمان وفي زباين بيجوا كمان. يعني احنا قدرنا نتيجة المزارع المقامة حاليا انه نكتفي ذاتيا من هذه الاسماك، وبالاخص ان هذه الاسماك موجودة على مدار العام في اي يوم يعني او في اي شهر. وده جزء من البروجرام اللي هو الفيدن تاريف بروجرام، اللي هو التعريفه المميزه اللي الحكومه عملته في اخر سنه 2014 علشان تشجيع الطاقه الشمسيه والطاقات الجديده والمتجدده بشكل عام. فالحكومه بتعمل تعريفه مميزه، بتشتري من اي حد بينتج طاقه شمسيه يقدر يعمل عقد مع الحكومه ويربط محطته على الشبكه، وبالتالي يجي له عائد شهري من محطته. I don't know.
افتكر توقيتنا كان مثالي، يعني بدأنا قبل ما الماركت او السوق يبدأ بشويه، بس كل التغييرات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت ادت ان الطاقه الشمسيه تبقى منتشره بشكل اكبر. منهم مثلا ان مصر قررت انها تبدأ ترفع الدعم، فبالتالي سعر الكهرباء من الوقود التقليدي للوقود الاحفوري بدأ يغلى بصوره كبيره جدا، فبدأ يبقى في مجال ان الطاقه الشمسيه تبقى موفره للطاقه. الكهرباء اللي طالعه من طاقه شمسيه بقت ارخص من الكهرباء المنتجه من الغاز الطبيعي. المشكله ان احنا بنشتري كهرباء 25 سنه النهارده، بنشتري السيستم كله النهارده، وده اللي احنا قدرنا نعمله في الفتره اللي فاتت، ان احنا ندخل قطاع البنوك في تمويل المحطات دي، فبالتالي بقى الاقتصاديات الايجابيه موجوده، وفي نفس الوقت المواطن بيدفع ثمن المحطه على 7 سنين في بعض الاحيان بدون اي مقابل او مبلغ مبدئي. فالموضوع بقى سهل وبقى منتشر بصوره كبيره، وده اللي مكننا ان احنا نعمل اكتر من 35 مشروع في الفترة اللي فاتت. يعني ريزلت الحقيقه ان مفيش شك ان في نجاحات تمت، لكن ما زال طموحنا اعلى من كده بكتير جدا. المشكله الكبيره اللي احنا بنواجهها دلوقتي ان ما زال الدوله مهتمه جدا بموضوع الطاقه الشمسيه على مستوى الميجا بروجكت، مستوى المشاريع الضخمه. بتحاول انها تجيب مستثمرين كبار يدخلوا على محطات كبيره باستثمارات ضخمه جدا. ولكن في نوع من، مش هقول غياب، ولكن في نوع من التراجع على مستوى القطاعات الصغيره والمتوسطه. ان النهارده القطاع الصغير والمتوسط في مجال الطاقه الشمسيه هو اللي هيقدر ينقل النقله الاقتصاديه المطلوبه. احنا عندنا دراسات في الجمعيه يعني ان القطاع ده لو ابتدى ينمو في مصر، معدل الاستثمار، معدل التشغيل اللي ممكن يتم فيه، الوظائف اللي ممكن تتوفر، الاف عشرات الالاف. اثبت Дом федерации футбола заехал. Thank you.
المدينة يا ولد، تمر المدينة، التمر لله الأمر، تمر المدينة، عجوة المدينة، تمر المدينة، قرب يا الطيب، التمر، تمر المدينة، عجوة المدينة، بعشرين ريال كيلو. وايد بكم؟ التمر، تمر المدينة، عجوة المدينة، تمر المدينة. كم يا أخوي؟ هذه تمر المدينة منور، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. عجوة المدينة شباب، عجوة المدينة، عجوة المدينة. مبروكة. فإن شاء الله فيها بركة إن شاء الله، والله ينفع بها إن شاء الله، يسر الله أن ينفع بها إن شاء الله في أبداننا وفي صحتنا وفي عافيتنا. بسم الله، جزاك الله خير. سبيلنا سبيلكم، سبيل الله يا عطشان، واسقونا من سبيلكم، سبيل الله يا عطشان. هذه حرفة السقاية في المدينة المنورة. احنا اليوم في مهرجان الجنادرية، ان شاء الله نحيي السقية هذه ونعلمها لأجيالنا ان شاء الله وأولادنا وأحفادنا ان شاء الله. سبيلكم سبيل الله يا عطشان يا مويا حلوة. المهرجان الوطني للتراث والثقافة كما أسلفت هو معلم بارز، هو رسالة صادقة، رسالة وطنية في المقام الأول، بأن أرجاء المملكة العربية السعودية تتحد وتقع تحت مظلة هذا المهرجان في تقديم صورة مشرقة للمملكة العربية السعودية.